الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وقلنا أن هذه السورة أول سور الحواميم التي بدأها الله بقوله حاميم، وقلنا ما فيها مما فهمناه حول الحروف المقطعة في القرآن، وآخرها أن نكل أمر معناها إلى من قالها، لأن كل كلام أيضا فيه مشهد وغيب. أما المشهد فما نفهمه من آيات الكتاب، وأما الغيب الذي غاب عنا ويكفينا أن نؤمن به فهي حروف مقطعات السور. وقلنا إن كل غيب محروس بمشهد ليكون دليلا على صدقه فيه. فإذا قال الحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهمنا من كلمة تنزيل العلو المنزل والواسطة المنزل إليه، والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم. وهذا العلو إنما نشأ أنه كتاب من الله واجب الوجود الذي له الكمال المطلق. في قولنا لا إله إلا الله والله أكبر من كل شيء، التي فسرناها في قوله له مقاليد السماوات والأرض، لا إله إلا الله مقلاد، والله أكبر مقلاد، وسبحان الله مقلاد، وبحمده مقلاد، ونستغفر الله مقلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله مقلاد، وهو الأول مقلاد، وهو الآخر مقلاد، وهو الظاهر مقلاد، وهو الباطن مقلاد، بيده الخير مقلاد، وهو على كل شيء قدير. فلن تجد شيئا في كون الله يخرج عن هذه المقاليد أبدا، وكل شيء فيها إنما هي بيد الله، كما قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبعد ذلك تكلم الحق فقال: العزيز عن خلقه الذي لا يغلب. وتلك إشارة إلى أنه إذا أنزل الله كتابا على رسول فلن يوجد في الأرض من يقف أمام هذا، لأنه غالب لا يغلب. وبعد ذلك قال: وحكيم، فكل شيء موضوع بحكمة، والحكمة تناسب عظمته في الحكمة، وعليم يضع الأشياء لما يعلم أنها تؤدي مهمتها بصلاحها. وبعد ذلك طمأن خلقه الذين أسرفوا على أنفسهم في بعض الأشياء، فذكر التخلية في غافر الذنب وقابل التوب. ولكنه مع غفرانه للذنب وقبوله للتوب شديد العقاب ذي الطول، فجمع في هذه الآية صفات جلاله كلها وصفات جماله كلها. لا إله إلا هو، فلا استدراك لأحد على شيء، وإليه المصير، فلا مرجع إلا إليه. ثم قال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الرسول جاء رسولا من عند الله بما يخرج الجاهلية إلى مقام العلم عن الله، وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطي في الكون زبزبة، أو كل ما يعطي في الكون تعاندا، حتى يسير الكون كله متساندا متعاضدا، بحيث لا يبني واحد ليهدم آخر. فيقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدل هو إبرام الشيء إبراما حقيقيا بحيث يستحيل أن ينقض. ودي نضرب لها مثل في الناس اللي بيفتلوا حبال عندنا، بيجيب التيلة اللي هي الشعرات المتفرقة ويقعد يعمل فيها إيه؟
يبرمها كده ويجي على بعضها عشان تبقى ايه قوية، لأنها لو مسكت منصورة متهاونة ما تديش حاجة. فيبقى الجدل معناها ايه؟ إبرام الشيء إبراما يصعب نقره فيها. طب وسمي ليه المراء اللي بين الناس جدلا؟ قال لك لأن كل واحد يريد أن يحكم منطقه وحجته ليغلب الآخر، فيبقى فيه مجادلة، ده يجدل وده يجدل، ده يجدل للباطل وده يجدل إيه وده يجدل للحق. يبقى هذا هو الجدل. وهل الجدل في ذاته مذموم؟ أم قال لك لا، قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يدل على أن في الجدل ما هو حسن. طب متى يكون حسن؟ إذا كان الجدل لإيجاد الحجة على أن الحق حق. ويبقى باطل إمتى؟ إذا كان الجدل من ناحية الباطل عشان تبطل. ولذلك إيه؟ يجادل في آيات الله، يجادل في الآيات نفسه، إنما يجادل عنها ده يبقى معقول. يبقى فيه جدل فيها هو اللي إيه؟ هو اللي باطل، وجدل عنها ليثبتها هو ده الإيه؟ هو ده الحق. طب الجدل في آيات الله، ما هي آيات الله التي يحدث بها الجدل؟ احنا قلنا إن آيات الله لها ثلاثة معاني. الآيات الكونية التي تشهد بوجود خالق أعلى لها، والآيات اللي هي البينات والمعجزة التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، والآيات هي التي تحمل الأحكام. يبقى كم آية؟ ثلاث أشياء. آيات كونية تثبت وجود الخالق الأعلى. ليه؟ لأني وجدها على نظام شفت العمر قد إيه ولا اختلف. ما الشمس اللي جت يوم قالت ما نغيبش، ولا الشمس عادت أدوات إصلاح، ولا عادت قطع غيار، ولا أي حاجة، وبتنير الكون كله. ولأن هذه الإنسان ما بتتناولهاش. وقلنا قديما أن كل فساد تراه في الكون ينشأ من دخول يد الإنسان فيه بغير قانون من خلق. إنما لو دخلنا في الأمور بقانون من خلق ما يوجدش أي فساد. ولذلك يعطي الله قضية واضحة في هذا فيقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا خلقت الأرض كلها على هيئة الصلاة، فإياكم أن تفسدوها. ثم بعد ذلك يقول فيما يحدثه الإنسان من تصرفات أغياره، يقول إيه؟ ظهر الفساد في البر وفي البحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو ما فيش إيد الناس بتدخله، ما لو ما بيرميش في البحر الزبالة والوساخة والاحتراق وإلى آخره ما يجرت منه، ما موت السمك، ما نفسدش المية، لو ما بيعملش العادم اللي بتاع السيارات ويمشي في الجو ما بنفسدش الجو. إذن متى يفسد الذي خلقه الله صالحا؟ إذا دخلت فيه يد الإنسان بغير إيه؟ بغير من خلق هذا الشيء. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فلا تعارض في عناصرها، فإياكم أن تتدخلوا بغير منهج الله حتى لا تفسدوا هذه الإيه؟ الصلاحية. ما يجادل في آيات الله؟ طب أي آيات يجادل فيها الكفار؟ أي يجادلون في آيات الكون؟ بالعكس ما يجيش ناحيته. ليه؟ لأنهم بينتفعوا به. ما يجادلش بقى في الشمس بتطلع ازاي والقمر بيطلع ايه ومش عارف، ما يجادلش في الهواء بينتقل، ما يجادلش في دي، لان خيرها عائد عليه عائد عليه. وانما يجادل في الايتين الاخرتين اللي هي ايه المعجزه وايه المنهج. اما المعجزه فيقول اشمعنى يعني اللي بقى رسول؟ لماذا لم ينزل الله هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم؟ يبقى ادي اول جدل في ايه؟ في المعجزه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حكى عنهم أنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى إذن القرآن ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه خلاف. إنما الزعل جاي منين؟ من إن القرآن ده نزل على إيد محمد. إذن معنى ذلك أن القرآن في ذاته بصرف النظر عمن أنزل عليه كلام إيه؟ كلام سديد. لكن يتناقضون بفكرهم وأوهامهم، يقول لك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه؟ فأمطر علينا حجارة. الله، طب إن كنت بالعقل كده تقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما إن كان هذا هو الحق اعمل كذا وكذا، يبقى دليل على أنكم إيه؟ برضو القرآن لكم فيه إيه شك. ثم يقولون في آيات أخرى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الله، طب لا تسمعوا لهذا القرآن ليه ما تسمعوا؟ قال لك لأنهم بفطرتهم اللغوية وأدائهم البياني يفهمون أن كل من يسمع القرآن بقلب خال من ضده لازم يقتنع بالإيه؟
بالقرآن. وإلا لو كان اللي يسمع القرآن ما يقرأش حاجة ما يقولش حاجة، لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن لا تسمعوا بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش الإيه. ده دليل على أن القرآن لو ترك ليصل إلى آذان الناس لا بد أن يعمر قلوبهم، ولا بد أن يلفتهم إلى الحق، بدليل أن الذي يأخذ القرآن وفي قلبه عقيدة ضده ما استفدش منه. ولذلك إيه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، هو قال إيه يعني، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في قلبهم عقيدة عمالة ترد الحق وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. طب وفيهم ناس بقى لما تسمع القرآن أيكم زادته هذه إيمانا، يبقى إذن في ناس بيسمعوها فتزيدهم إيمان، وناس يسمعوا لك هو قال إيه يعني، إيه اللي قال، نقول له هذا هو جدل في مين، جدل في المعجزة، إيه في المعجزة نفسها. نقول له طيب كيف يكون الشيء الواحد له أثرين اثنين، الشيء الواحد يبقى له أثرتين، بقى ناس ينبسطوا منه ويهتدوا به وناس يكفروا به ويزموا فيه، يقول لك ايوه لان فيه فرق بين الفاعل والقابل، الفاعل شيء والقابل شيء ثاني. ولذلك ضربنا مثلا هناك بنفخة الإيد، لما يكون الإنسان الصبح طلع كده لقى الجو برد بيعمل ايه، بينفخ في إيده عشان ايه، عشان يدفيه. طب ولما يكون بيشرب كوباية الشاي وتطلع سخنة بيعمل ايه، بينفخ فيه عشان ايه بقى، عشان تبردها. الله، طب ما النفخة والنفخة والنفس بقى، والنفس حار حار، شمعنا هنا عمل، قال لك لان القابل مختلف، القابل النفس بالنسبة لكوب الشاي ابرد من كوب الشاي، والنفس بالنسبة لبرد احر من الايه، يبقى اذا القابل مختلف. فالاذان التي تسمع القرآن يا ترى ما فيش فيها حجب حجبها عن القلب، يبقى يدخل في حجب، قلنا لازم، لا قلنا لازم ندخل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني. ازاي يعني؟ قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد تدارى في الاخر. ولذلك قلنا لما يكون في مظاهره كده وبيتفقوا بصوت حد ولا بتاع ويبدوهم يعرفوا مين، ما يعرفوش ده صوت مين، اتلخبطت الايه الاصوات. لما اتلخبطت الاصوات دي عايزه حكمه بقى في عزل الصوت واسناده الى مين، اسناده الى صاحبه. دي عمليه، ودي عمليه يعرفها الجماعه اللي بيسجلوا لنا في صوت، يجي عربيه مثلا بتفسد علينا، يقوم يعرف طبقه صوت العربيه ويجي يعزلها في التسجيل، فيعزل الصوت عن مين، عن الصوت ده. انما الصوت المختلف ما نقدرش، ان سمعناه ما نقدرش نرده الى مين، مين اللي قالها، ما نقدرش، تقوم المساله تضيع ايه. ولذلك اسمه هتاف ايه، جماهيري. الجماهيري ده ما يقدرش تنسب الحاجه الى مين، الى فاعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا، انما كتير ويا بعض. ولذلك هناك هم يعلموا الجهر من القول ويعلموا ايه ما تكتمون. المستشرقين وقفوا في الحته دي، قال لك ازاي ربنا يقول يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما ايه تكتمون؟ طب ما الجهر من القول كل واحد يعرفه، كان يقول اعلموا ما تكتبون، انما يعلم الجهر من القول. طب ما اللي سمعوه عمل، قال لك لا، وقالوا يعلموا ما تكتمون دليل على ان الجهر اي تجهرون، تجهرون جماعه، ما نقدرش نعرف صوت منكم، انما ربنا يعرف يرد الصوت ده، ولد الصوت ده بتاع محمد والصوت ده بتاع موسى. يبقى علم الجهر هنا ايه اقوى من علم الايه، من علم الكتمان. فيجادلون في آيات الله، الأول يقول لك سحر، نقول له هذا كلام باطل بالعقل كده، لأن إن كان سحر وسحر الذين آمنوا، طب وليه ما سحركوش أنتوا بقى عشان تؤمنوا أنتوا عقريين، يبقى بقاءكم على أنكم غير مسحورين ده لله، لأنه مش سحر، كذبة دي. طيب كهانة، نقول له الكهانة، طب شوف كلام الكهان المزجوع الغش البارد، وشوف قرن بالقوة، وانتوا امة كلام، لو كان الكلام ده جه من غيركم كنا نسمعه، انما ده انتوا امة كلام وعاملين للكلمة معرض وبتتذوقوها، امة بلاغة وامة فصاحة، تقوموا تفرقوا بين القرآن. طيب احنا قلنا زمان لو انك جئت بكلام كاتب نثر ثم استشهد ببيت من الشعر، فلما يستشهد ببيت من الشعر تلتفت تلاقي اذنك
اتنقلت من كلام منثور الى كلام ايه؟ الى كلام منظوم. لما يقول مثلا ايه، هذا العطب محمود عواقبه، وهذه الغمرة غمرة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو أخطأ غير ضليل الغناو، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأسقل السحائب مشا أحفلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعله الله سررنا ألوفه. انت فهمت؟ اتنقل من نثر إلى ايه؟ إلى شعر. طب تعالى في القرآن بقى، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر. كلام نسل ده كله ولا إن هذا إلا ملك كريم؟ كلام نسل كله. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، امسك بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعلهم فاعل الله. هل شعرت أنت بأنك انتقلت من نسر إلى شعر؟ لما يجي بقول إيه، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، طب ما هي بيت شعر، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدين يقول وأن عذابي هو العذاب الأليم، هل شعرت أنك انتقلت من شعر إلى نسر؟ ده نسج واحد، القرآن نسج وحده، ولذلك كماله لا يتعدى إلى غيره. يفضل الفقيه من دول حافظ القرآن وحافظه بالسبعة، وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب، ما تعدش بلغته إلى الكاتب. إنما تعالى واحد يقرأ كتاب زي المنفلوطي مثلا والعبارات ولا النظرات، يحسن أسلوبه ولا ما يحسنه شيء، يبقى كمال القرآن لا يتعدى، يفضل كامل في ذاته الله. يبقى إذن ساعتين ما قلتوا كهانا نقول لهم ده أنت أمة كلام، ولذلك قل ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. كاهن إيه؟ طيب يقول لك ده من أساطير الأولين. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. طب انتوا عارفين ان هو أمي ولا عمره لا أرى ولا عمره ايه كتب؟ وبعد ذلك يقول لك ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه، يقول لهم برضو ان كنت كذوبا فكن ذكورا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني في كل حاجة يقفشهم فيه، كل حاجة ايه. يبقى إذن يقول لك ده مجنون، تقول له ما هو المجنون؟ المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطة بتدبير عقل ولا باختيارات عقل، وهو في تصرف، وانت بتقولوا عليه الأمين، انت بتقولوا عليه الكذا وعلى كذا، ولذلك قل ده خلقه كويس. والخلق الكويس ما يجيش مجنون، لأن المجنون ما انتش عارف يعمل فيك ايه، يحدفك بالطوبة، يشتمك، يعمل فيك، إنما ايه، ولذلك نون والقلم وما يسر، ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجر وإنك لعلى خلق عظيم. كيف يقولون هذا إنك مجنون؟ يبقى ده كله تخبيط ملوش ايه. هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت، ده جاي من الناس العاديين، كنا عايزينه من روع عتبة بن ربيعة ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين. الله، اذا الوقفة في مين؟ يسموه ابن ابي ايه، ابن ابي كبشة. الله، يبقى اذا دي مجادلة في ايات الله. ليه؟ ويجادلوا في احكام الله، يجادلوا في الايه، الحكم. يقول لك ازاي يحرم الميتة؟ بقى اللي يموتها هو، ما هي الميتة دي ماتت كده من غير ما تذبح، بقى اللي يموتها ربنا متحرم، واللي هم يموتوها بإيديهم يذبحوها بقت حلال. قال لا، هو دي ما هي ماتت كده بأمر ربنا من غير لا ذبح ولا أي حاجة. الله، وإزاي يعمل دي وإزاي يجيبه؟ لا، ليه؟ لأن آيات الأحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد سادة ولا عبيد، وهم ألف السيادة، عايزين كل حاجه تفضل مع ايه، سياده في ايدهم. نقول له لا، اذا هذا جدل في ايات الايه، جدال في ايات الله غير جدال ايه عن ايات الله. يبقى عن ايات الله ده جدال الحق، وجدال في ايات الله ده جدال الايه الباطل. ما يجادل ايه في ايات الله الا الذين كفروا. كفروا اي ستروا الواجب الأعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلقهم بدليل إقرارهم في الآيات الكونية. أقرهم من اللي خلق السماء والأرض؟ مين؟ يقولوا الله. من اللي خلقه؟ يقولوا الله. أدي آيات كونية هم بيؤمنوا بها، لأن خيره عائد عليهم، ولذلك ما يفسدوهاش أبدا، ما لهمش دعوة. ما فكفروا، كفروا الواجب الأعلى الذي ينظم حركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة الحياة عشان يوجد عمارة للإيه؟ عمارة الكون. وقلنا زمان كفروا، كلمة كفروا قلنا ده دليل إيمان، يعني الكفر نفسه دليل الإيمان، لأن الكفر هو الستر
والستر يقتضي مستورا. يبقى المستور وجد قبل الساتر ولا الساتر وجد قبل المستور؟ المستور وجد اولا قبل الساتر. وما دام ستر بالكفر وجود الله يبقى الاصل ايه؟ الاصل هو الايه؟ هو الوجود. يبقى الكفر نفسه دليل على الايمان، دليل على الايمان. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ايه يغرك يعني؟ قال لك ما تنخدعش بان لهم سياده ولهم تمكين ولهم علو وفي لهم مهابه ما حدش يقدر يتعرض لهم ابدا. لما يروحوا رحله الشتاء في الشتاء ورحله الصيف في الايه في الشام ما حدش يقدر يتعرض لهم مهابه قريش. ليه؟ قال طب لو عرفوا مين اللي خلق لهم هذه المهابه كان ما يقفوش منك هذا الموقف. اهو اللي خلق لهم هذه المهابه هو اللي بعتك. ازاي؟ كلمه تقلبهم في الوادي يعني انتقالهم من مكان الى مكان، وده يدل على قوة الأبدان وقوة المكان وقوة المكان وهيبة الناس ما حدش يقدر يتعرض لهم. ليه؟ لأن كل القبائل بتاع الجزيرة بيجي يوم تروح إيه؟ مكة عشان تحج، تبقى في بطن قريش، يبقى ما فيش حد يقدر يتعرض لهم لأنهم هيجوا إيه؟ يوم يبقوا عندهم ينتخبوا منهم. فقدت المهابة. طب ومن أين جاءتهم هذه المهابة؟ إنها من خلق الله لهم، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إزاي بقى؟ قال لك إذا قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل أصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبة وعايزين يعملوا كعبة ثانية في صنعاء يحج إليها الناس بحيث ينصرف الناس عن الحج إلى بيت الله في مكة، لكن الله لم يمكنه. ولما جم يوجهوا الفيل كده في ودنه كده حد قال له ابرك محمود، الفيل اسمه محمود، ابرك محمود وارجع راشدا فانك ببلد الله الحرام. يجيبوا وجهه ناحيه الكعبه يرجع يروح، وبعدين يمطر عليهم طر ايه؟ طر ابابيل ترميهم بحجاره. فلم يفلحوا في هدم الكعبه ولا في بناء كعبه صنعاء. طب عمل العمليه دي ليه بقى؟ نشوف كده. بعد ما قال فجعلهم كعصف ماكول، جاب الصورة بعدها على طول بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني أبقى لهم على أن يألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. خلاص ليه؟ لأن الكعبة دي لو زالت تزول سيادتهم وتزول مهابتهم، فلا يكترئون أن يروحوا لا في الشمال ولا في الإيه. يبقى إذن اللي عمل وجعلهم كعصف مأكول، العلة إيه؟ وإلا دي كانت الناس تستعجب. أول صورة لإيلاف قريش ده إيه؟ لإيلاف ده للعلة، علة لإيه؟ فصل العلة عن المعلول. أم قال لك لكن في نسق واحد، لأن الصورة دي بعد دي، الصورة دي بعد دي. طب وليه أعملهم صورة؟ ما كانش يعملهم صورة واحدة ليه؟ أم قال لك لا، فصل بين الشيء وسببه عشان يبقى الشيء له حكم وإيه؟ والسبب له حكم. جعلهم كعصف مأكول، وده بالإجماع صالح. وبعدين طب جعلهم على أسهم أكل ليه؟ قال لك علشان ما تسقطش مهابة قريش، ولما ما تسقطش مهابة قريش يظل لهم إيه؟ السيادة، ويروحوا في البلاد من الشمال للجنوب ولا حد يتعرض لهم، وده هيترتب عليه قوام حياتهم. قوام حياتهم إيه؟ انه يطعمهم من جوع ويامنهم. يطعمهم من جوع بتجيبوا التجاره ومش عارف ايه، ويجيبوا ويبيعوا ويشتروا ويربحهم، ويامنهم من خوف ما حدش يقدر يتعرض لهم. يوم يقول ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. بيتقلبوا في البلاد بحس مين؟ بحس ربنا. بقى تجعلوا النعمه ربنا كف وتجعلوها لا، فلا يغروك هذا، لان الله لم يهملهم وإنما فقط أمهلهم. نقول له طب فما حكمة الإمهال ما دام ما أهملش؟ في حكمة الإمهال ما كان يأخذهم من الأول؟ قال لك لا، لأن الله أرسل رسوله خاتم دين ومهيمن على الزمان وعلى المكان، ولا يوجد رسول بعده، وبعد ذلك للرسول مدة ينتهي فيها عمله في الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم يحمل رسالته قوم من جنوده. فهؤلاء جلسوا عشان يضطهدوا اللي بيدخل الإسلام، عشان لا يبقى مع الإسلام إلا الصنديد اللي ما يتأثرش بتهديدهم ولا بقتلهم ولا بتعذيبهم. إذن فجبروتهم اللي بيعملوه على الناس دول جند من جنود الإسلام،
بده يخلي الاسلام ما يدخلش فيها الا مين، ولذلك يروح عامل اي حاجه كده من ضعاف الايمان يسيبوا الاسلام، ضعاف الايمان ينفتنوا، دايما عايش ينفتن وده ينفتن، ما يبقاش الا مين بقى، الا القوي اللي يستطيع ان يتحمل كل شيء من اجل هذه الايه، هذه الرساله، لانها رساله خالده للزمان وللايه وللمكان. اذن ليس اهمال من الله، وانما هو امهال، امهال لمهمه، هذه المهمه عشان يربي الجيل، الجيل اللي هيعمل دعوه الله وينشر، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ما شاء الله. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك ما تنغرش بان ايه، بان هم ممكنين وبيتقلبهم وبيروحوا يتاجروا وبيعملوا، لا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لان انا اهملتهم، مش اهملتهم، انا اهملتهم بس رويدا لحد ما تتربى الجيل المحمدي اللي هيعمل ايه، اللي ما بياخدش الاجر اولا منتظر الاجر الثاني، وكل دعوات باطل ياخذ المبطلون فيها اجرهم قبل ان يبداوا بها، وكل دعوات حق يؤجل لهم، ولذلك اهل الباطل هم اللي يرشوا، انما اهل الحق يقول لك لا ده ثمن هناك، ليه؟ لان البشر ما يقدروش على الثمن ده، ولذلك ادي السبب في ان كل الرسل يقولوا ايه، انا مش عايز اجر من، انما اجري على مين، على الله، لان اجري غالي قوي وما يقدرش على اجري ده الا مين، الا ربنا. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلد، كلمه التقلب يعني الانتقال من هنا وهنا، والانسان لا ينتقل من هنا الى هنا الا باشياء، سلامه ابدان هذه واحده، امن من خوف في الطريق، وجود كفايات له في المنازل التي ينزل فيها في طريقه، يبقى عنده امكانيات كده، هذا تقلبهم. نقوم نقول له تعالى في ايات بقى اخرى، افامن الذين يمكرون السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم، الوقت اللي عاملين فيه فتوات ويتقلبوا بيروح هنا وهنا، ياخذهم في الايه التقلب، ام قال لك ادي نور من الاخر، ياخذوا في ايه، في تقلبه، تعالى كده، او ياخذهم ايه، او ياخذهم على تخوف، بقى ياخذهم هم متقلبين فتوات كده، او يخوفهم الاول وبعدين ياخذهم، زي لما تنزل صاعقه، ساعه ما تنزل الصاعقه بالصوت والمش عارف يقول هي دي الفزع، يبقى قبل العذاب بها، ادي على ايه تقوف. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لان الله ياخذ على تقلب وياخذ ايه على تخوف، اخذين اثنين اثنين. هم ليسوا بدعا في الوجود، يعني ايه ليسوا بدعا، كما انك لست بدعا في الرسل، هم مش بدع في الوجود، احنا برضو بعتنا رسل قبلك فلست بدعا من الرسل، وفي اقوام قبل الرسل دي كما يقابل هؤلاء انت، يبقى احنا واحنا عملنا ايه في اللي عملوا كده بقى، نصرنا الرسل ايه وهزمنا مين، كذلك يعني وجد نظائر لهم، مش بس كلام نظري، بل لا، سبقت رسل، وهؤلاء الرسل لست انت بدعا منهم، ومكذبين من الرسل برضو القوم دول مش بدع، برضو يجوا هيكذبوا، لكن النتيجه كانت ايه، كلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ومنهم من ومنهم من ومنهم من، كذلك امتك، ان وقفوا قدامك هيكون نصيبهم ايه، زي نصيب الامم اللي ايه، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه الصيحه، ومنهم من اغرقنا، ومنهم خسفنا به وبداره الارض، ومنهم مش هيبقوا بدع، يبقى كلمه كذلك ايه، اي كما حصل لك بصدد هؤلاء من انهم يجادلون في ايات الله وبانهم عايزين يصدوا الدعوه ويطفئوا نور الله، برضو سبقك رسل وانت لست بدعا، وسبق الرسل ومع الرسل هؤلاء مكذبون كما كان هؤلاء مكذبون، لكن الغايه انصر الله قوما عاندوا رسول الله في رسالته، بقى هو يبعث رسول عشان ينهزم؟ لا، ولقد سبقت
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كذبت قبلهم قوم نوح قعدوا كذبوا شوف كذبوا وجاب لك قوم نوح ليه؟ أم قال لك لأن تجربة نوح معهم طالت أطول ما تكون رسالة فلبس في قومه إيه؟ شبه رسول قعد ألف سنة إلا 50 عمالين نكفوا فيه فجاب مين؟ جاب العمدة. لذلك لما زوه كده قال لهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا إيه؟ إلا فاجرا إيه؟ إلا فاجرا كفر. والناس اللي آمنوا به قال له رب اغفر لي أدي ذاته ولوالدي لأنهم سبب وجودي والناس اللي لهم صلة بينا وبقى يدخلوا بيتنا وبعدين خد المؤمنين والإيه؟ والمؤمنات. كذبت قبلهم قوم نوح. الله هناك بقى لما تقرأ سورة نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين؟ وقفها من نوح وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به اللي هم لما جي يصنع السفينة قال بيستهزئوا من صنع السفينة مع ان السفينة دي هتبقى الإيه؟ هتبقى الآية اللي تنجي المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بتوع إيه؟ عاد وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم إيه صالح. وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة العرب بتقولوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله شايفين اللي حصل لهم إيه؟ وربنا يبقي في المدائن صالح وفي الأحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد ويدل أوضح دلالة كمان في مصر. ازاي بقى احنا الى الان الامه من اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه قالوا يجوا السياح بقى يعودوا يشوفوا ده ازاي انبنت دي وازاي الحجر ده انشال وازاي بتاع من كده الف سنه ايه الحضاره دي استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مونه تيجي ازاي دي ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه ولذلك قال لهم هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر ايه والشفع والليل هل في ذلك قسم الذي ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد. خلاص؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد. لم ما فيش في البلاد حد زيه. الله ده احنا مطمورة تحت الأرض دلوقتي. إنما اداك الوصف إن لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما فرعون ذي الأوتاد باينة بتاعتهم أهي ومع ذلك تبقى هي فكت عنهم ولا لأ؟ فكت عنهم. قال لك دي مطمورة في البلاد. مطمورة يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم إلى درجة أن يصنعوا صيانة لحضاراتهم لتبقى وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد لا لا إن ربك لبالمرصاد برضو اللي هيعمل العمل ده إيه؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ومن بعد الأحزاب هم الذين يتحزبون ضد إيه؟ ضد هداية ولم يسموه حزب الشيطان وبعدين أمامهم حزب الله إيه؟ حزب الله زي ما قالت الصورة يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذونا يقتلوه. إزاي بقى؟ إحنا عندنا الآية هناك وإيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يربطوك ربط ما يخليكوش تتحرك أو يسجنوك ما يخليكوش لا تروح لهنا ولا هنا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير إيه؟ يبقى أهم همهم إنهم يفعلوا إنما غدروا فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. همهم هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زيهم وإذ همت طائفتان إيه؟ منكم أن تفشلا أن تفشلا همت إنما هل فعلت؟ لا هممت ولم أفعل. يبقى الهم معناه شغل القلب بأن يفعل الشيء الفلاني دي. إذا ما نظرت هذا تجد ان مشكله الهم في القران نشأ في مساله يوسف. هناك ايات ثانيه وهم بما لم يناله مش كده؟ يبقى اذا الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش ايه يعمله.
إلا مسألة يوسف لأنها متعرضة لما يقال العصمة، وهمت به ولقد همت به وهم بها. الناس بقى يقول لك إزاي يهم بها وهو إيه رسول؟ نقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل أو تعلق استجابة الواقع الجارحة للفعل. إنما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الآية فيها اثنين، ولقد همت به وسكوت، خلاص ما فيش فيها كلام همها. إنما هل نالت منه شيئا؟ طب ده همها نفسه ما نالتش منه شيئا، الهم بتاعها هي لم تنل منه شيئا. ولذلك قالت في الآخر ولئن لم يفعل ما آمره جنن، يبقى دليل على أن الهم بتاعها برضه ما جابش نتيجة معاها هي. فكيف لا يأتي الهم معها بشيء مع عصيانها ثم يأتي الهم بشيء مع يوسف؟ مفهوم الكلام أظن. يبقى ولقد همت به، طب نقول له حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الله، همت ولم يحصل بدليل ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره به، كانه ما امكنش انه يفعل ما امره به، لا يسجنن ولا اكون من الايه. ولذلك تجد حكمه هنا في الاداء البياني للقران، لا يسجنن بيسموها نون التوكيد هي لا يسجنن، نون التوكيد الثقيله، وفيه نون التوكيد يقول لك لتكتبن، وفي مره يقول لتكتبن، دي بنون خفيفه واحده. يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه ثقيله، ومره يكون بنون ايه بنون خفيفه. ده كلام على الاول. نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجنن، وبعدين في الثانيه قالت ولا يكون من الصاغرين؟ قال لك لان السجن بامرها، فدي اكدته. انما لا يكون من الصاغرين مش فاهم، لا يمكن الحراس عليه يعطفوا عليه ويشوف بنت جايبها والله لا مكرمينه، مش في ايدها ده. او انها رغم ان هو ما عملش امله ان يصنع، فلما قالت لا يسجنن ينسجن، انما ما يكونش من الصاغرين برضو قلبها عمل ايه؟ برضو قلبها حن ايه؟ حن عليه. تقول له بقى ابقى الجواب اهو، الجواب اللي نحب نحسم به الخلاف في هذه المساله، نقول له ولقد همت به. طب أأدت الهم أم لم تؤده؟ بس بدليل أنها قالت ولئن لم يفعل ما آمره. طيب وبعدين تجي وهم بها، اشمعنى عايز تعمل الهم بها هو اللي اشمعنى يعني ليه دي؟ قول له برضو الهم بها استعداد الطبيعة الوقوع، يعني حاجة ممكنة. طب إيه اللي منعه بقى؟ قال لك منعه برهان ربه، يبقى أكن طبيعته صالحة لأن يفعل. لأنه لو ما كانش قال لولا أن رأى برهان ربي يمكن نقول ده حصور. اقرأ بقى كويس كده، ولقد همت به أي ولم تفعل، مش كده؟ وهم بها بس جاب زيادة، قال لولا أن رأى برهان ربي. أقول أزورك لولا فلان عندك، أبقى أنا زرت ولا ما زرتش؟ ما زرتش. طب أهم بها لولا أن رأى البرهان، يبقى هم ولا ما همش؟ يبقى ما همش، يبقى طلع براءة حتى من الهم ولا لا؟ طلع براءة من الايه؟ من الهم. خلاص كده انتهينا من دي اهم حتة فيها. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم انا. هم هموا ان يأخذوا فلم يأخذوا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إنما أنا عملت إيه؟ مش هميت أنا أخذت بالفعل، ده اللي يليق بالقدرة العليا. وهمت كل أمة برسولهم ليه؟ ليأخذوه، لكن أنا عملت إيه؟ فأخذتهم. فكيف كان يعني عرفنا نعاقبهم؟ ده على الهم، إحنا هم هموا يعملوا ما إحنا عملنا بالفعل، فأخذتهم. فكيف كان أقول بقى العقاب ده؟ يعني نفعت الحكاية غير إننا نجازيهم. ساعة ما ربنا يقول لك كده يبقى معنا بينبهك إلى أن دي حاجة عظمة، ما تزعلش لما عملهم، إنما تبقى تزعل لو الناس عملنا كذا. ولذلك قال قلناها في البارح أظن، إن الذين إيه أجرموا كانوا من الذين إيه يضحكون، وإذا مروا بهم، شوف الذلة قد إيه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا بقى ربنا هل ثوب الكفار ما كانوا غدرنا نجزيهم أي فكيف كان عقاب زي غدرنا نعاقبهم هم على الهم ليأخذوا أنا أخذت بالفعل. نعم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طب شوف بقى شوف دقة الأداء بقى القرآني. وهمت كل أمة أم مؤنث مش كان يقول برسولها لتأخذه كان السياق الأدائي كده. وهمت كل أمة برسولها إيه لتأخذه مش كده وبرسولها همت كل أمة بإيه برسولها أدل الأمة إيه يا برسولها ولا برسولهم يا شيخ أيوة لازم برسولهم همت كل أمة برسولها كان المقتضى إنما برسولهم جاب الذكور قال لك لأنه لا يدخل في معركة مواجهة الإسلام المسلمين ودعوتهم إلا بالرجال عمر المرأة ما دخلت طرف في الله فلما جه في الهم بتاع الأمة قال مين رسولهم جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان للهجرة هل كان فيهم واحدة كلهم إيه نعم سبحان الله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل لأن المرأة ما كانش لها في الحتة دي إيه جدل ولا بتاع وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها ليه؟ لأن الذي قالها يعلم ما يكون بعدها وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم اختيار في أن يعملوا أو لا يحكموا على اختيارهم وإلى لقاء آخر إن شاء الله